السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم حبيباتي. معايا من جديد فيديو جديد ووصفة جديدة كما العادة. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. الوصفة ديالنا اليوم ان شاء الله تحلية سهلة سريعة، مكونات جد بسيطة وكتجي لذيذة. بقاو معايا ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. انا كما كتشوفوا معايا عندي هنايا في المكونات عندي جوج نوع ديال الفلو، يمكن لكم ديروا حتى ثلاثه الطبقات، النوعيه اللي كتبغيو ولا لاغوم اللي كتبغيو يمكن لكم تنكهوا بها. هنا عندي السكر سنيده وعندي النشا وعندي الكراميل اللي كنديرو هكا في القاعده ديال الاناء الذي ندير فيها التحليه. يمكن لكم ديروا، انا عندي هنا الجاهز، يمكن لكم ديروا يعني الكراميل تصوبوه يعني بالسكر او لا تستغناو عليه، غير هو كيعطي المنظر زوين وكذلك ديك النكهه ديال الكراميل كتجي زوينه. فانا غادي ندير هاد التحليه في واحد الاناء زجاجي كبير، يمكن لكم ديروهم في فريغانكا العاديين ديال الفلون. فهنايا غادي نبدا بالفلون ديال الفاني او لا ديال البنان. كندير ساشيه وكندير معاها ثلاثه المعالق ديال السكر، كتجي هي هذيك في الحلاوه. اللي ما بغاش الحلاوه بزاف يدير غير جوج ديال المعالق. هاد التحليه خفيفه كتجي زوينه هكذا للسحور، كتجي واحد المذاق فيها زوين وكتجي شويه عاقده ماشي بحال الفلون غير بوحدو. هنا كنضيف ثلاثه المعالق ديال السكر، هنا الحليب راه ما ذكرتوش في المقادير، كنت باقا ما حطيته. عندي هنايا كل ساشي ديال الفلون. غادي ندير نص سيطرة ديال الحليب، وهنايا عندي جوج معالق كبار عامرين ديال النشا تاع مايزينا، كنضيف عليهم نص سيطرة ديال الحليب وكنديرهم فوق البوطه يعني الطريقه العاديه حتى كتطلع فيهم الغليه. فبقاو معايا ان شاء الله. هنا من بعد ما درت الفلون فوق النار، كناخد داك الكراميل كنزين به هذا الاناء ديال الزجاج الذي ندير فيها التحليه وكنخليه جانبا. هنا كما كتشوفوا من بعد ما طابت التحليه الاولى كنخويها في الاناء وكنخليها غير فوق سطح العمل. هنا غير في نفس الكاسرول، هادشي علاش بديت انا بالفاني، باش من بعد يعني كندير هكا ديال الشوكولاط ما كيبقى اللون ديالو هو هذاك. صافي كندير النشا وكندير نص سيطرو ديال الحليب وثلاثه المعالق حتى هي نفس الطريقه ديال السكر، وكنديرها حتى هي كطيب شويه يعني كطلع فيها الغلية عادي بحال شكل الفلو. تحلية سهلة سريعة ودغية كتوجد وما فيهاش مكونات بزاف والمذاق ديالها كيجي زوين. انا من بعد ما طابت التحليه الاولى، من بعد ما طابت التحليه الثانيه عفوا،
كان خويا هكذا غير بشويه باش ما كتهبطش في القاعده ديال ما كتحفرش ديك الطبقه الثانيه، يعني كان خويا غير بشوي صافي، وكان ندخلها للثلاجه حتى كتبرد يعني مزيان، ونقدموها بالصحه والراحه. انا كما كتشوفوا معايا من بعد ما بردت التحليه مزيان، كنقلبها هكذا في شي صحن ديال التقديم وصافي، يعني راه دغيا كتقدم ودغيا كتهبط، يعني ما كتبقاش لاصقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذاك الكراميل، كيعطيها منظر زوين، وكذلك المذاق كتجي زوين، حتى المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف صراحه. غير جربوها وكتجي متماسكه. غنقدم معكم واحد الطريف. كنتمنى هاد التحلية هادي تكون نالت الإعجاب ديالكم، والوصفات اللي كنقدم لكم كذلك. وبقاو معايا إن شاء الله حتى تشوفوا معايا هاد التحلية كيفاش دايرة، وأنا كنضرب لكم إن شاء الله موعد مع فيديو قادم إن شاء الله ووصفة جديدة. ودمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.